كل وزارة تدفع على وزارة، وزارة التربية تدفع على عبادها ياخذوا شهرية، وزارة الدفاع تدفع على يزيد يطلعوا شهرية، وزارة الأمن دفع، وزارة الداخلية دفع، كلهم طلعوا كلهم وزارة مرقبات. وزارة الناس هذه اللي كيف كيف الناس هذم عندناش وزارة، عندناش وزارة، نحن ما عندناش وزارة، أنا خدام حزام صاحب عائلة عنديش وزارة، عنديش وزارة دفع، عنديش شهرية قارة مش تطلع لي، ما عنديش. طلبنا منطقة تتنحى السياحية تحت صناعية، طلبنا مع تمدية، طلبنا جزء من التنمية اللي في الطرقات نتاعنا، وبعد حددنا نهار اللي جرانا مش نعملوا فيه العصيان المدني، أمورنا قانونية، عصيان مدني سلمي، لا فيه ضرب، لا تكسير، لا حرقة، حتى شيء. سكرنا طرقاتنا وعملنا الاحتجاج السلمي هذايا. برشا ناس سموه مش سلمي، خاطر سكرنا كياس نتاع المنفذ نتاع الشاب هذاك، سكرنا كياس خاطر هذاك آخر حل، آخر حل هذاك نجم نعملوه. هما التدخل نتاعهم اللي المرة الأولى حجرونا، عملنا السيد الوالي السيد معتمد، وهبط لنا في بلاغ يهبط اللي مجموعة من الشبان تغلق الطريق. شوف إيش معناه مجموعة من الشبان، معناه قطع طرق، ويمهدنا للقوة العامة اللي نحن مش مجموعة شبان، نحن منطقة فيها 30,000 ساكن، وثلاثين ألف ساكن 4,000 يقيموا في الكياس، يقول مجموعة من الشبان يجينا الستة متاع الصباح ويهد علينا في الخيم ويشد منا مجموعة ويضربهم، ومن بعد يجوا للمنطقة هنا وسكر لنا الطريق. لمينا بعضنا ناس كل يد واحدة، مشينا في الطريق ومشينا مش سلمي، وباش يظهر اللي سلمي كان تشوف الباجات نساء والأطفال هم القدام، ومن رغم ذلك يضربونا بالغاز. وقت اللي شافوا اللي الشعب ماهوش راجع هم يضربوا، نحن نمشي، لكن بعد دورها يولوا يضربوا بالرش، ثم شكون تضرب خاطر يضربوا من البعيد، وهم غلطوا قالوا ما ضربناش بالرش ضربنا بالغاز برك، وغلطوا حتى الدوله قالوا هم هجموا علينا، احنا ما جبناش عليه. مش قادر نشكو، مش قادر نشكو، مش قادر نشكو بالحاكم، الحاكم اسمك كبير كليت هلا يصبرني جات انا غالب شامل انا اسمك اعوذ بالله كلب والله كلب سالم اذا في العباد اذا في البغدادية اذا فينا احنا البعض اسمك ستان احنا كنا مع ما نسندينا ما كلموش اصلا ما عملنا شيء معاه يذو فينا وقلنا البغدادية خوافة كلاب حشاك دخلونا في المركز يذو فينا ما نجمش نتحرك فيها هذا عاكس هذا ملوطة كل في جوز واحد كلب بوليسي كلب عندناه مش كله ماما وكل لخدم في البغدادية كل وبداوا يضربوا علينا بالغاز يضرب علينا بالغاز هاي قلت لهم ما خفناش من الكرتوش بتاع فرنسا حتى ما شغبوا من الدخان برا اصدم ما ترجعش تفرج الكرتوش تفرج نساء وصغار يضربوا فيها بالكرتوش تفرجوا كلمه وجاه نساء دايخه وجاه وصغار تفرجوا انت تمشي للمستوصف نتاع البرادع انتم وحدكم تحكموا على مستوصف البرادع على المنطقه دي كان مستوصف مش ناقص حاجه كبيره كان مستوصف اما احنا بلاصتنا ما يلزمهاش مستوصف يلزمها تكون فيها ايرجانس وفيها قسم توليد خاطر بلاصتنا كبيره تجينا حاله استعجاليه مثلا تقعد ملوح الحاله الاستعجاليه استنى حتى تجيك بصور السيفتز لك مريضك استنى حتى ساعه على ساعه يقول لك لهم بنص ماهيش موجوده خرجت يوعد مريضك ملوح اذا عندنا احنا مثلا امبولانس مريض يخرج على البلاصه قداش من مره تصير لنا حتى لنا نيكا مثلا ديابيتيك تاع حنا ولا هيبوغليسيمي ولا حاجه ما نلقوش علاش نهزو اقعد استنى حتى يجي ونهار تصب اقل مطره المعلمين ما يلقاش منين تعدى طريق معبد معناتها طريق موهية معناتها باش يجيو من ابناء المنطقه نتاعنا احنا نزيد نعطيك حاجه عندنا الشيش ما الماء معناتها الجبدينه معناتها للمدرسه في الكياس غاد بعيد 100 متر ديما نلقاوها مخلوعه في اللي مؤسسه تربويه اقل حاجه معناتها تعملها اناره وتعملها طريق الاناره ما غاديك معدي هذا الضوء ما غادي ولهنا عيطنا يا ولدي عدينا حط لنا امبا اما قالوا لك لا احنا كياسات مكسره مدرسه معناها مش تيح على درارينا ساعه ساعتين وهما سرقينا درارينا اغزر الطرا هذاك يتصب المطر ما يلعبوش سبور نهار كامل وهما معناها هاو دينار هاو 2000 هاو 3000 ما نراو حتى شيء ساعه ساعتين وهما مروحين قال شنو قال معناها الريح ولا مطر ولا اي حاجه معناها مرينا شيء احنا تلامذة لا تقرا المدرسه طايحه ساعه ساعتين وهما حارقينها يسرقوا فك البيسيات كل شيء مرينا حتى شيء ما فهم حتى شيء لا خدمه لا احنا ورا البلايك مش حتى تحت السفر
الناس المثقفه ولا الشباب هذا الواعي جديد قال لك يا اخي انا مستعد نعطي ارضي، جيب لي منشاه ثقافيه على سبيل المثال مكتبه عموميه، رياض اطفال، مركب ثقافي، معناها سال دو سبور، معناها ما نعرفش المفيد. احنا راهو وانكم حاجتنا بك الصغيرات الجدد نحبوا هذوما نكونوهم، ما نحبوهمش يتربوا في لونتراج تربينا فيه احنا، خاطر هذوك نحبوهم احنا يتعلموا في مكتبه نحبهم سينو. كما تشوفوا الحال الراهنه في تونس، عندنا سوريا وعندنا داعش، اغلبيه الناس تلقاها في الحبس تلقاها مشى لسوريا.